السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أميرة. اليوم غدا نحضروا لاطارت بالفواكه، كتجي رائعة وكتجي لذيذة. كنتمنى تجربوها وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو. على بركة الله ندوزوا المقادير. عندنا بيضة، عندنا 70 غرام ديال السكر، عندنا 60 غرام ديال الزيت، عندنا فاني، وعندنا نص معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوى، وعندنا شوية الملح، وعندنا 220 غرام ديال الفورص. ندوزو ناخدو البيضة، نديرو السكر السنيدة، الزيت، عندنا فاني الخميرة والملح، نخلطو الكل. نزيدو شويه بشويه الفورص حتى تجمع لينا الخليط. دابا ها هو العجين بعد ما جمعتو، ها هو دابا غادي نطلقوه بالمدلك. انا خدت غير الطاحين ديال الفرن وغادي نطلق مزيان. دابا بعد ما طلقنا العجين خدنا هاد الورق ديال الفرن، درتو على هاد الشكل. دابا حطيتو هنا فوق من العجين باش ناخد نفس الشكل ديال الورق. نقطعو حنا كملنا تقطيع العجين على هذا الشكل. دابا غادي نجيبو مول وغادي نديروها فوق المول مقلوب، ما غاداش نديروها لداخل، نديروها فوق المول مقلوب. دابا غادي نديروها هكا وهذا بحال هذا الشكل، بحال هكا دولا بحال هكا باش تاخذ الفورمه ديالها. تحيدو شويه شويه الكاريط الفوقاني، كطيب على هاد الشكل صافي. ودخلوها الفران على درجه حراره 180 المده 25 دقيقه. دابا غادي ندوزو نحضرو الكريمه. عندنا 500 مليلتر ديال الحليب، عندنا قشور ديال الحامض، عندنا جوج بيضات، عندنا 30 غرام ديال النشا، وعندنا 80 غرام ديال السكر السنيده. ندوزو نجيب واحد الكاسرول، غادي نضيفو الحليب وغادي نوضعو قشورة الحامض، وغادي نديهم فوق البوطه غير بعد. دابا غادي نديرو بما سخن من الحليب، غادي نديرو جوج بيضات، نحطو الخليط الاول، عاد نضيفو عليه الحليب ونديرو النشا ونديرو السنيده ونخلطوهم مزيان. اول حليب دابا سخن لينا، غادي نضيفوه على الخليط اللي درنا كنسخنو، وغادي نديرو فوق البوطة حتى تبقى هاد لينا صافي نحيدو. دابا حنا حطيناها فوق البوطة، حطينا الكريمة، نبقاو نحركو فيها حتى تعقد نحيوها. دابا هاهي العجينة ديال لاطارت، هاهي خرجناها من الفران، وهذه هاد الكريمة حضرناها. دابا غادي نديرو منا تعجبكم. حنا كملنا الكريمه فوق من العجين ديال لاطارت. دابا غادي
نزوقوها بالفروي. دابا غادي نحضروا الجيلاتين. درت الماء والسكر والمايزينا وغادي نخليهم حتى يعقد لينا ونحيدوه. هاي لاطاخ ديالنا زوقناها، هو الجيلاتين حضرناه كيجي على هذا الشكل. دابا غادي ندهنوا به، ندهنوا هذا الفروي. هذا هو الشكل النهائي ديال لاطاخت ديالنا. كنتمنى تعجبكم، وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد.